جيراني دار جيران العائله تعاقبوا معاه ايش هذه كنبداو نقلبوا اننا نزوجوا الراجل جمعية حسنة اليوم تنظم لقاء ثقافيا وحقوقيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء. تحضر معنا اليوم مجموعة من الشخصيات من الفنانين والفنانات المغاربة والشاعرات والشعراء كذلك والفاعلي الجمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة من أجل التنديد بالتمييز والوصم الذي تعيشه النساء بصفة عامة والنساء في وضعية صعبة بدرجة خاصة من قبيل النساء مستخدمات المخدرات، نساء ممتهنات الجنس، النساء الحاملات للفيروس السيدا. بالتالي كنعتبروا على أن هذا اليوم هو محطة من أجل المطالبة بالمساواة، من أجل المطالبة بالولوج المتساوي للحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين والاعتبار والمواطنات، واعتبار على أن المرأة ليست مواطنة من الدرجة الثانية وإنما هي تستحق جميع الحقوق وتستحق الحياة بكرامة. صراحة هذا اللقاء هذا كان في المستوى وجا في وقته، لان بحكم الانشغالات وبحكم يعني كل واحد والتخصص ديالو كنكونوا بعاد شويه على بعضياتنا، يعني هاد الجمعيات كيكونوا بعاد على بعضياتهم وهما خدامين نفس الموضوع، خدامين مع نفس الفئه، يعني خصو يكون واحد التقارب. هاد الامسيه جات في الوقت باش كما قلت قبيله جمعيه كتكمل اخرى، جمعيه كتكمل اخرى، وكنشكر جمعيه حسنون على هذه المبادره. هذه التواجد ديالنا اليوم مع جمعيه حسنون لمسانده متعاطي المخدرات، الحضور ديالنا اليوم جاء في اطار مجموعه من الانشطه الاجتماعيه اللي كدعم مقاطعه بني مكاده. صراحه جمعيه حسنون كتقدم مجموعه ديال الخدمات لهذه الفئه الهشه، هذه الفئه هذه اللي كتعرف واحد النوع من التمييز، واحد النوع من الوصم. اليوم جاء الدور باش ان هذه الفئه هذه انها يكون عندها الحق باش تولج للمجتمع، باش تدمج في المجتمع. الصوت ديالنا خصو يوصل لجميع المنابر سواء المنتخبه او السياسيه او المجتمع المدني، على ان هذه الفئه هذه لازم ان المجتمع يعرف على انها فئه مريضه وليست فئه توصف بواحد الوصم اللي هو قبيح صراحه. فمن هذا المنبر هذا انا كمنتخبه وكمستشاره جماعيه كنضم يعني كنرفع صوتي باش يكون واحد الترافع سواء في السياسات العموميه او باقي المجالات، على ان هذه الفئه هذه لازم الادماج في المجتمع ولازم يترفع عليها هذا النوع من التمييز والوصم.